عشت زي فيلم احداث وام ودور الضحيه قندوني ابن حلال مصف ضمن في صف انا مش بحد انا بطولي فكره عمري ما انسى في دماغي لسه كاتب في اللي كسروني بكره الدنيا تضحك الزهر ينحب وهتيجوا تتلزقوني اولعهم فاير فاير انا العوي فامباير فاير انا خطر خطر ما بشوفش حد عذروني اللي فات حاجه واللي جاي حاجه حضارين ان ملك السعاده ثبت الاداء بكل الشكه اخي وادي اجمد بزياده مش معنى ان تبقى تهدد لا ده انا جايب بمزاجي طب اركنوا ده انا جيت اقعدوا في البيت انا راجع عارفكم تاني بجيب ما مغيبه في رجوعي تبقى سننا على كله نبي جاي معاك تخيب حبيبي كخ عبادي تعب معايا ده لساني اللي انت نفسك تعديه انا مستنيك في اللي بعديه اخرجت المحل من بعيد بس تبقى صاحبي مستحيل هتاخد مني بالرجل هتاخد خبط على الهد هتاخد زي ما تحب بس ما تاخدنيش الوش اللي اشتريتهم بالغالي دول باعوا فيا بارخص فما تزعلوش من افعالي ده الكل فعل ردي فصوت وعرفت انا متاخر ان انتوا صاحبكوا تاخر مين فيكوا كان قلب عليا على جرح كلها بتدور حبوني الخير وزعلوا لما جالي اللي متضايق ابلع وانا مالي ماشي في طريقي مش شاغل دماغي هسوق الدنيا دي على مزاجي على مزاجي على مزاجي الهلا فيك تختفي لما باجي على مزاجي على مزاجي انا مجنون ما تجيش قدامي انا ماليش بديل تدور كتير براحتك برضه مش هتلاقي ماليش اي شفره ده انا يا ابني طفره انا مختلف عن الباقي العب دليل كل حبه من يومي وانا استثنائي انا في اي حته اتقلق انت دي بتبقى قصه قدامي